تروح مهمة هناك يكتبون تقرير عنك، الميزانية حق الشركات أو حق أي محل، تشوف بند الصرف اللي أكثر شيء الموظفين. لازم يكون واحد عنده كفاءة في الإدارة. مثلا بالنسبة لمدرسة عوالي حولناها لسنت كريستوفر، لبعض الشباب يعطونهم شغلة يقول عقب هذه أنا ليش أشتغل؟ ما كان في مجلس نواب، فقط مجلس شورى. بنقصات الحكومية لازم تفتح أمام الجميع. تجنب الحسد. صبر 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 صبر. وزير. رحب فيك دكتور عبد الحسين. أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة. شكرا على تواجدك ويانا اليوم. ما شاء الله عليك دكتور، انتقلت اشتغلت في كل مجالات الطاقة تقريبا، من الطاقة التقليدية لختمتها بالمتجددة، صحيح؟ نعم. وبديت في بابكو وتهيت في حاليا مستشار في بابكو انرجيز. بابكو انرجيز نعم. هو أنا يعني انضميت لبابكو في 6 سبتمبر 1962، واشتغلت في ابتديت كمتدرب، وبابكو أرسلتنا لبريطانيا لأخذ الشهادات العليا، ودرجت في المناصب في بابكو من مدرب إلى رئيس قسم إلى سوبرتندنت إلى جروب هيد إلى مانجر اسيستنت مانجر جنرال مانجر اسيستنت جنرال مانجر وبعدين ديبيوتي تشيف اكزيكتيف وبعدين تشيف اكزيكتيف. فاشتغلت 40 سنة. ما شاء الله. خلال الأربعين سنة أرسلت في مهام كثيرة خارج البحرين، لأن بابكو أيامنا ما كانت تعطي منصب لشخص إلا هو يعرفون أن يقدر يسوي المهام الوظيفة 150%، مو بس 100%. وكانوا يرسلوننا نشتغل في الدول الأخرى، لأن بابكو كانت تملكها شركة كالتكس اللي شركة أمريكية، وشركة كالتكس كان عندها يعني فروع أو يعني أقسام في جميع دول العالم، فكانوا يرسلون نشتغل هناك فترة علشان يعني نكون ملمين بالثقافات الأخرى وكيف نتعامل مع الظروف. في نفس الوقت أنت الحين تروح مهمة هناك، يكتبون تقرير عنك حق بابكو من هناك أن أنت تستحق مثلا الوظيفة اللي هم قاعدين يدربونك لها ولا لا. يعني عقب 40 سنة أنا تدرجت لوصلت إلى الرئيس التنفيذي، وفي 2002 في نوفمبر 2002 تم تكليفي من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، أن يعني قلوني من بابكو إلى وزير في الحكومة. فصرت وزير دولة لمدة كنت يعني مدة طويلة وزير دولة، بس عقب 3 أشهر عينوني رئيس مجلس المناقصات، وكان هاي شيء جديد. مناقصات الحكومية لازم تفتح أمام الجميع، يكون فيها شفافية، يكون فيها عدالة، ويكون فيها عدم يعني الواسطة وغيره. فهذه صرت في يناير 2003 صرت وزير دولة رئيس مجلس المناقصات. في 2004 عينوني وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. بعدين في 2005 يعني في سبتمبر 2005 تم تعيني وزير شؤون النفط والغاز ورئيس هيئة النفط والغاز. وهيئة النفط والغاز لأن الوزارة حولوها لهيئة النفط والغاز، وهذا كان من أفكار سيدي جلالة الملك المعظم، وأنا يعني ساهمت في هالأفكار. ف
فعينوني وزير النفط والغاز وتميت وزير النفط والغاز، وفي نفس الوقت كنت رئيس مجلس المناقصات. في بعدين في 2011 أضافوا لي بالإضافة إلى النفط والغاز الكهرباء والماء، فصارت وزارة الطاقة، وتميت وزارة الطاقة إلى 2012. بعدين شالوا عن الطاقة النفط والغاز وعطوها لوزارة المالية. عقبها بسنة ونص رجعوا للكهرباء والماء، فصرت وزير الطاقة مرة أخرى، وتميت وزير الطاقة إلى 2016. بعدين صرت وزير الكهرباء والماء، وبعدين في 2000 صرت 2000 يعني بداية 2001 صرت قصدي في 2021 صرت رئيس هيئة النفط، هيئة الطاقة المستدامة اللي هي الطاقة المتجددة. خلال هالفترة بالطبع أنا حطيت بدعم سيدي جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء ولي العهد رئيس الوزراء والحكومة، وكان يعني لما عينوني في 2002 أنا كنت أتوقع ذاك الوقت أن يعني تعيني بيكون سنتين أو 4 سنوات، بس الحمد لله بفضل حكمة القيادة، وهي يعني تشوف الرجل الأصلح للمنصب. تميت حوالي 20 سنة، ما شاء الله. كل 4 سنوات كان يجدد، بس كلها كانت في مجال الطاقة. الطاقة والكهرباء والماء والإدارة بالطبع، يعني مثلا وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ليه يعني لازم يكون واحد عنده كفاءة في الإدارة، لأن وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزراء يعمل يعني عن قرب مع ذاك الوقت المغفور لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، وأنا تعلمت الكثير من سموه خلال الفترة اللي عملت فيها. فالإنسان يكسب خبرة على مر السنين، وأنا أحاول يعني قدر ما أقدر في كل منصب كنت أطبق نظرية أطروحتي اللي هي إدارة التغيير وتأثير الثقافة المؤسسية. بنيلها دكتور، بس أنت فترة بوبكو أثر يعني في مسيرتك وايد. أكيد أكيد، شوف بوبكو له الفضل على كثيرين من البحرينيين الآن في مناصب عليا في البنوك في الحكومة وزراء غيرهم، هي اللي دربتنا الصراحة. يعني تدريب كان بطريقة ان عقب ما انت تروح من خلال التدريب تطلع شخص كامل، مو بس يعني في عندك ملم بكافة الأشياء، ويكون عندك يعني حب التميز، حب الإبداع، حب يعني السلامة. هاي أشياء بابكو كانت هاي في ثقافتها المؤسسية. دكتور، كتبت الكتاب أنت إدارة التغيير، وذكرت فيها بابكو من التأسيس تقريبا ل2002. أول شيء، من وين جاتك فكرة الكتاب وليش تحديدا بابكو؟ بدأت فكرة الكتاب عندما اقترح علي بعض أصدقاء المقربين اللي كانوا قارين اطروحتي للدكتوراه، وكانت اطروحتي للدكتوراه باللغة الإنجليزية، وكانت من 520 صفحة بس قروها هما. عقب 22 سنة يعني أنا حصلت على الدكتوراه في 2002 من جامعة ميدلسكس
في بريطانيا، ورجعت وكنت ذاك الوقت بعد نائب الرئيس التنفيذي، وكنت أدرج في المناصب وبعدين في الوزارة. فما صار لي فرصة أن أترجم اطروحتي للغة العربية لكي يستفيد منها أكثر من أكثر الناس. فكانت فكرتهم ان ليش ما تترجم الاطروحة، لان اطروحتي مثل ما قلت استفدت منها كثير. البحث اللي سويته عن ادارة التغيير في المناصب اللي اعطت لي في الوزارات، كنت دائما احب اغير لتحسين الاداء، و بالطبع مو أنا فقط بس الفريق العمل اللي وياي نقوم بتحسين الأمور، وكل وزارة نقوم فيها بتحسين نوعا ما. مثلا المناقصات كانت يعني قبل ما تفتح العطاءات أمام الناس، وما كان يعني ما كانوا يعرفون شنو الأسعار اللي تنافس اللي يفوز، فصار تغيير كبير، وكنا يعني نعرض الأسعار. زادت الشفافية. زادت الشفافية، ولأن زادت الشفافية وزادت التنافسية بين المقاولين، الحكومة وفرت مبالغ ضخمة. يعني قل الكوست. لأن مثلا إذا اثنين مقاولين يتنافسون على مقاولة، على وش واحد منهم يشوف أن السعر الثاني أقل منه بقليل بس فاز ذاك، مرة ثانية يحاول يصير أقل، فيصير تنافس عشان يحصل على المناطق. إيه؟ فهذه يعني فات كثير، والحمد لله يعني هذه كان تغيير كبير سويناه والحمد لله نجحنا فيه. والآن مجلس المناقصات يصير على نفس النهج. لما رحت وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بعد سويت تغييرات بالطبع تحت إشراف وتوجيه المقهور لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، وكان حصلت رسالة من صاحب السمو يشكرني فيها، وهي موجودة في الكتاب. بعدين يوم صرت وزير النفط والغاز غيرنا الوزارة من وزارة إلى هيئة بمجلس إدارة من التكنوقراط، وهذه الهيئة مجلس إدارة فيها من التكنوقراط، لأن أنا خذيت رؤساء الشركات في مجلس الإدارة وياي، وجبنا خطط وطورنا الأمور في قطاع النفط والغاز، والمشاريع يعني كثيرة كانت، بعضها تم تحقيقها يوم كانت أنا وزير، وبعضها عقب تحقق عقبي. بعدين نفس الشيء لما رحت الكهرباء، هناك يعني قللنا عدد الانقطاعات في الصيف، كان يشتكون الناس كثير، وكان وحسننا جودة الخدمات. يعني مثلا إذا واحد كان يتصل مركز البلاغات مع الكهرباء، بعض الأحيان يردون بعض الأحيان ما يردون، فحنا قلنا لا لازم يردون، ويردون على 80% من المكالمات خلال 20 ثانية. هاي كان شرطنا علشان نعطي هاي الستاندر اللي حطيه. فهذه يعني فات كثير وسرع، وسوينا مراكز خدمات في المحافظات عشان تكون قريبة للناس، وسوينا مراكز للطوارئ في المحافظات، لأن إذا مثلا في السابق إذا كان في انقطاع في الحد لازم يروحون من المنامة للحد، وبعض الأحيان يصيدهم ازدحام مروري، بس إذا مركز الطوارئ موجود في المحرق يكون أقرب. نفس الشيء في المحافظات الأخرى.
وفي مجال الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة عدين خطة الوطنية لكفاءة الطاقة، خطة الوطنية للطاقة المتجددة اللي وافق عليها مجلس الوزراء، والحمد لله يعني الناس قاموا هي يعني عندهم توعية أكثر أن يستعملون طاقة نظيفة. الكتاب نفسه له قصة، أو حتى رسالة الدكتوراة لها قصة، طولت 5 سنين وكنت وسط انشغالاتك تروح في الإجازات والدكتور شوي كان شديد التعامل. أنا ابتديت، أنا تم ترقيتي في بابكو 1998 إلى أول بحريني يتقلد منصب نائب رئيس الوزراء، كان يعني أول نائب رئيس الشركة، نائب رئيس الشركة. وكانت مسؤولية كبيرة لأن بابكو يعني ما كانت من قسمة أن الإنتاج بروحها والتكرير بروحها، كله كان مع بعض. فكنت مشغول، وفي فابتديت بحثي حق الدكتوراه في 1998، وكنت بطب ما أروح أداوم في الجامعة لأن كنت أشتغل، فكنت كل صيف أروح لندن واجتمع مع المشرف على الدكتوراه مالتي، وكان شديد جدا جدا، فكل ما أكتب شيء يشخط عليه بالقلم الأحمر ويقول أعيد كتابته، لدرجة وثقتها في الكتاب دكتور. فصار يعني رسالة الدكتوراه مو بسيطة الإنسان يحصل عليها، لأن لازم علشان تحصل على شهادة الدكتوراه تضيف قيمة مضافة للمعرفة، يعني يكون شيء الناس ما عرفوا قبل وانت قاعد تضيفه، مع أنه كان شديد بس كان مفيد لي جدا. يعني في وقت من الأوقات حتى يأست، قلت يعني شقد أنا أروح ويغير، بس الحمد لله ثابرت وحصلت على شهادة الدكتوراه في 2002. وياتك رسالة عليها من جلالة الملك. إيه نعم جلالة سيدي جلالة الملك داعم رئيسي لي، وأنا ممنون له في كل أي شيء يعني قدرت أنجزه، لأنه كان بفضل توجيهاته. دكتور الرسالة كانت طويلة شوي، بس متى كنت تلاقي وقت تكتبه وسط يعني شغلك في بابكو هو شوف هذه يسمونه تايم مانجمنت، يعني كيفية إدارة الوقت، يعني تخلي لك وقت معين مثل لكتابة البحث والدراسة. وأنا يعني إذا نرجع مثلا 1989 أنا بديت بحثي في الدكتوراه، في سنة 2000 عيني جلالة الملك المعظم في مجلس الشورى، بالإضافة إلى منصبي كنائب رئيس تنفيذي لبابكو، وكان كنت في نفس الوقت الرئيس التنفيذي بالوكالة. ذاك الوقت ما كان في مجلس نواب، فقط مجلس شورى قبل الانتخابات. فمشغولياتي كانت كثيرة، فكنت أسافر في يعني في الصيف أروح لندن، كل عطلتي كنت يعني أجزرها في المكتبات أن أخذ مراجع وأنقل منها، لأن ذاك الوقت ما كان في إنترنت منتشر أن تقدر تحصل، ما في شات جي بي فور ولا جوجل تسوي سيرش، فلازم بروحك تتعب تروح وتطلع الكتب وتأخذ منها وتشتري كتب في الإدارة. فخذ 5 سنوات، خلصت الحمد لله في 2002، ولذلك
كتابي إدارة التغيير وتأثير الثقافة المؤسسية هي يعني توثيق تجربة بابكو في إدارة التغيير في الفترة من 1929 إلى 2002 يوم كملت الدكتوراه. وفي نفس الوقت في 2002 تم نقلي إلى وزير، فيعني انتهت المرحلة عشان كذي يعني 1929 هو بداية إنشاء شركة بابكو. بابكو تم إنشاءها وتسجيلها في كندا مع أن هي شركة أمريكية، فالناس يقولون ليش يعني بابكو كل المدراء إنجليز كانوا وإحنا أرسلونا لبريطانيا مو لأمريكا، لأن الشركة اللي حصلت على الامتياز المجموعة اسمها إيسترن أند جنرال سندكيت امتياز النفط في البحرين كانت بريطانية، والمقيم السياسي البريطاني ذاك الوقت كانوا يعني عندهم مقيم سياسي في بوشير، وفي المعتمد أو البريطاني المقيم في البحرين اللي هو البوليتيكال ايجنت. فهذين أصروا على شركة على مجموعة إيسترن أند جنرال سندكيت أن لازم الشركة تكون بريطانية، فسوكال هي شركة أمريكية اللي أخذت الامتياز من إيسترن أند جنرال سندكيت، بس سجلوها في كندا لأن كندا كانت جزء من الإمبراطورية البريطانية، يعني تعتبر يعني شركة بريطانية. وكان بعد واحدة من الاشتراطات اللي اشترطها عليهم أن لازم الموظفين يكونون بريطانيين وبحرينيين، أكثر شيء بريطانيين. فكان يعني كل الميدل مانجمنت كلهم بريطانيين، واحنا يعني هاي كان لها تأثير على ثقافة بابكو، لأن الإنجليز ذاك الوقت كانوا صارمين يعني جدا. وأنا ذكرت في الكتاب شنو تأثير الثقافة المؤسسية على المجتمع، فهذه بنجي بنيل إن شاء الله دكتور. بس نفسها يعني شنو اللي يميز الإدارة، يعني منصب الإداري في بابكو هو دائما محط أنظار، هو دائما له تأثير قوي على الشركة وأيضا على المجتمع، شو يميز الإدارة في بابكو؟ شوف يعني أنا أقدر أتحكي عن الفترة اللي أنا كنت فيها ببابكو، الحين ما أقدر أتذكر يعني أتحكي عن الموضوع لأن أنا مو في الشركة فما أعرف وضعهم، بس أيام ما كنا يعني الفترة 2002 ما كان يعطى منصب لمدير أو مدير عام إلا إذا هو يستحق المنصب 150% البحرينيين، فكانوا يعني لازم الشخص يمر بعدة مراحل وامتحانات وملاحظات وغيره ليحصل المنصب. فكان يعني المدراء في بابكو عندهم يعني روح لازم يتميز، لازم يكون مو بس عادي، متميز في عمله، يكون مهني يعني بروفيشنال، يكون عند روح تقبل المسؤولية. يعني مثلا أكثر الناس في بابكو يتمون عقب الدوام لساعات طويلة، يعني أنا يوم كنت مدير عام كنت أداوم من 6:30 صباحا لـ7 في الليل كل يوم إن شاء الله، واشتغل في العطلة الصيفية في العطلة الأسبوعية يعني في الويكند. في الويكند كذلك يعني بابكو إذا واحد في بابكو اشتغل مثلا في بابكو كان له احترام في المجتمع،
وكان هو يشعر بالفخر والولاء لبابكو، يعني يشتر يعني يشوف يحس نفسه فخور انه يتفاخر انه يشتغل. حتى كانوا يعني يقولون من الطرف ان ذاك الوقت اذا واحد شاب من بابكو تقدم حق بنت حق الزواج بدون ما يسألون اذا عرفوا يشتغل في بابكو وافقوا عليه وافقون عليه. فكان يعني يعني باب كانت معروفة ان يعني الاشخاص اللي يتبوؤون المراكز يستحقونه، لان كانوا يعتمدون على مبدأ الرجل المناسب للمكان المناسب. وهاي الشيء دكتور ساعدهم في إدارة خلينا نقول التقلبات وايد اللي مرت فيها صناعة النفط، يعني صح. من صح. من 1920 ل 2002 إيه. وحتى الآن بابكو إيه. أيضا مستمرة إيه. في تقلبات كثيرة مرت فيها نعم. صناعة النفط نعم. هو بطبع التغييرات اللي مرت فيها بابكو عديدة، لذلك أنا لخصت في الكتاب كتاب إدارة التغيير وتأثير الثقافة المؤسسية. مثلا من التغييرات اللي صارت، بابكو ابتدى تسجيلها كشركة بريطانية في 1929، بعدين تحولت لشركة أمريكية من ناحية الجنسية يعني كذي. وكان يعني كالتكس اللي هي كانت تملك شركة بابكو أمريكية ومقرها في نيويورك، اجتماع مجلس إدارة يكون في نيويورك، و هذه تغير وتمت كالتكس تملك بابكو لمدة 40 عام يعني كشركة أمريكية. وكانت في فترة من الفترات هي الشركة الوحيدة اللي كبيرة في البحرين، يعني لما كانوا لما كنا صغار إذا يسألون أي ولد وين أبوك اشتغل قل في الشركة، ما في غير ما في الشركة في فالشركة يعني كانت يعني كبيرة وتوظف ناس كثيرين. مثلا في الخمسينات كان عدد الموظفين 8,000، وكان عدد سكان البحرين آنذاك حوالي 140,000. فإذا خذيت من 140,000 استثنيت منهم الأطفال والكبار السن يعني النساء كان ذاك الوقت ما يشتغلون مثل الحين، تشوف أن تقريبا كل واحد إما يشتغل في بابكو أو له أقارب في بابكو. وهاي سر تأثيرهم على الثقافة المجتمعية أكيد، لأن شوف يعني في بابكو كان عندهم تدريب مهني اللي هو الأبرنتس، وهذا شيء معروف لليوم الناس يتكلمون عنه. يأخذون التلاميذ من المدارس الابتدائية ويوظفونهم ويعطونهم معاش أو يعني راتب قليل، بس بالنسبة للي في وقتها في وقته وايد، ويعلمون أكاديميا وفي نفس الوقت يخلونه يشتغل. وعلشان يعلمون الانتظام واحترام الوقت يعني كان كلهم يلبسونهم خاكي مثل الجيش. وإذا أنت في الصف الأولي عندك شريطة حمراء، إذا الصف الثاني شريطة زرقاء، إذا الصف الثالث شريطة، يعني نظام من الصغر. يعني ولين تروح حق الكافيتيريا علشان تاكل لازم توقف في طابور، فيعني علمونك الانتظام حتى احزام الامان اللي طلع كل هذه، ويعني علمونك احترام الوقت، يعني لازم تجي في الوقت ما تطلع قبل انتهاء الدوام ما في يعني تسرب، وإذا خالفت النظام يعطونك warning تحذير مرة مرتين بعدين يمكن يفصلونك. فكان يعني هذا اللي خلى يعني الناس اللي يشتغلون في بابكو
يعني اللي تموا في بابكو من المتميزين. وهم انقلوا ثقافة الشركة إلى خارج المجتمع. صح صح. يعني مثلا إذا صار وزير ينقل ثقافة الشركة للوزارة أو الوزارات اللي هو يروح فيها، وإذا هو مثلا في كثير منهم صاروا رؤساء مثلا شركة ألبا، نقلوا ثقافة بابكو إلى ألبا. يعني مثلا نأخذ بابكو كانت تساهم في المجتمع بطرق عديدة، عندها النجمة الأسبوعية، عندها أسبوع السلامة، ترسيخ يعني قيم السلامة مهمة جدا في بابكو. فكانوا مو بس يسوون حق الموظف تدريب في السلامة، حق حتى عائلته. فكان يعني شيء كامل. ليش أو خلنا نروح حق الثقافة المؤسسية لو سمحت. أيه. تفضل دكتور. مثل ما الدول لها ثقافات، يعني كل دولة لها ثقافة، كل شركة لها ثقافة، وثقافة الشركات أو الشركة يسمونها الثقافة المؤسسية، وتختلف من شركة لشركة، مثل من دولة لدولة الثقافات تختلف. يعني الحين مثل في بعض الشباب يعطونهم شغلة يقول عقب هذه أنا ليش أشتغل، أنا خلاص دوامي بس 8 ساعات، أخلص 8 ساعات وأروح البيت. بابكو ما كانوا يعني هم كانوا يعطون أوبر تايم حق الموظفين اللي مستوياتهم يعني مو عالية، حق المدراء ومدراء العامين ما لهم أوبر ما لهم، بس من ذاتهم يعني اللي في بابكو تشوف في دافع ذاتي عنده حق التطور. هاي زرعت الشركة فيه. زرعت الشركة، ولأن مثل ما قلت كان يعني كانت بابكو توظف عدد كبيرة، وهذين يأخذون هالثقافة ويودونها لبيوتهم فيتأثر على المجتمع. يعني مثل أبو يقول حق ولده لازم جي على الوقت لا تطلع، لأنه متأثر في الشركة. لأنه متأثر يقول لازم يعني ذي. حتى يعني كانوا يمزحون إن بابكو عقب 30 سنة يعطونك ساعة رولكس. ليش ساعة؟ احترام الوقت. فهو احترام الوقت وال يعني يعني تبي سلامة، كل مترسخة في الموظفين نقلوها لعائلاتهم ونقلوها لمكان العمل اللي راحوا له. فعادة يعني الثقافة المحلية أو ثقافة البلد تأثر على الشركة. بابكو كانت بالعكس، لأن بحرين صغيرة وبابكو كانت الشركة الوحيدة الكبيرة، فتأثيرها كان على الثقافة المحلية كثير، يعني أكثر من تأثير من الثقافة المحلية على ثقافة الشركة. أنت يعني دكتور مع أن أنت مع نظرية أن الشركة هي من تؤثر على الموظفين وليس الموظفين هم من يقودون الشركة؟ هو شوف الثقافة المؤسسية لها دور كبير في يعني لها تأثير على أداء المؤسسة أداء الشركة. يعني إذا الثقافة المؤسسية تقول لازم أنت تتبيس في العمل، يكون عندك إبداع، لازم تحترم الوقت، لازم يعني تتقيد بنظام السلامة وغيره وغيره، معناته أن الشركة راح يكون لها تميز ويكون لها ربحية، يعني ترتفع ربحيتها وإنتاجيتها. وبالطبع الشركة إني لما فالسؤال يرجع من اللي أسس الثقافة المؤسسية، هم المؤسسين الأوائل مثلا أو بعض الرؤساء اللي عندهم كاريزما يدشون ويسوون ثقافة مؤسسية. في كتابي في هل نقدر نغير الثقافة المؤسسية مثلا في شركة؟ نقدر، بس لازم يكون بتخطيط وباستعانة بالخبراء وبدقة أن ما تخرب الثقافة الموجودة الجيدة. فأنت تأخذ
الأشياء الجيدة وتحتفظ فيها. الأشياء اللي الحين مو مناسبة للوقت الحالي مقارنة مع الماضي تحاول تلغيها أو تغيرها. دكتور من أسهل تبتدي تأسس ثقافة مؤسسية في مكان جديد ولا تغير شيء أو تطور خلينا نقول شيء كان موجود سابقا؟ من خبرتي تبتدي كثقافة جديدة أسهل. يعني مثلا لما كلفني سيدي جلالة الملك أن أصير رئيس هيئة الطاقة المستدامة، ما كان في شيء اسمه هيئة الطاقة المستدامة، فابتدينا من الصفر. بس أنا كنت يعني أقول لازم نشتغل كفريق واحد، لازم ندعم بعض في العمل، لازم حتى حق التوظيف كان لازم يكون الشخص متجانس مع الآخرين من ناحية التفكير، من ناحية الإدارة، فكر وغيره. فهذه أسهل إذا عندك ثقافة موجودة وتبي تغيرها صعب جدا. لذلك في الكتاب أنا حبيت يعني أثبت أن تقدر تغير الثقافة المؤسسية، بس لازم تراعي فيها الجوانب اللي جيدة وتحتفظ فيها، وهذه احنا استعنا فيها ببيوت خبرة واستشاريين. هاي شيء لازم يتم على يعني فهمت منك دكتور، لازم يتم وفق دراسة، أنا ما أغير بس من أجل التغيير. شوف في شيء بالإنجليزي يقول you can have change without improvement، يعني تقدر تسوي تغيير بدون تحسين. أنت تبي تغيره بس، لا هذا ما في، لا ما يعني لازم ما يكون التغيير أن أنت بس تبي تغير، لازم تغير وتحسن. فما في تحسين بدون تغيير، يعني ما التغيير تقدر. من أجل التغيير، تغيير من أجل التطوير. إيه؟ طيب شلون يشعر المسؤول أن الحين هاي وقت التغيير أو حان التغيير أو في يعني مثلا أنا ذكرت في الكتاب أن في 1983 بابكو، لأن صناعة النفط فيها up and down، يعني فيها تقلبات زينة تقلبات في الأسعار، تقلبات في الإمدادات. ففي 1983 بابكو مر في شهر مارس 1983 صادها أزمة كبيرة، اللي هي أن كانت المصافي الجديدة في الشرق الأدنى، شرق الأقصى، كان فيها مصافي جديدة جاية، فبابكو اضطرت تخفض إنتاجها في المصفاة لدرجة أن الشهر واحد يعني كانت يدفعون مصاريف بس ما في إنتاج حق الشريك منهم. بسبب هذه لازم بابكو تأخذ يعني إجراء سريع، يعني تغيير يعني مفروض عليك. فمثلا بابكو رئيس التنفيذي ذاك الوقت جمعنا احنا كمدراء عامين وقال لازم نوقف الأوفر تايم 90 يوم، ما نوظف 90 يوم، لازم مثلا نحول الأعمال، الموظف في الشركة بدل ما يكون موظف في الشركة يكون موظف عند مقاول، إن إذا صار كساد تقدر تستغني عنه، في مرونة. ففي إجراءات كثيرة صارت، إجراءات تقشفية تقشفية وهذه كان لها تأثير على معنويات الموظفين. فبابكو تعلمت من هالدرس وقمنا ذاك الوقت بالتخطيط المسبق للتغيير، وسميناه the way forward، يعني النظرة إلى الأمام أو التقدم إلى الأمام. هني في نظرية جابها واحد اسمه كيرت لوين، هو ألماني يعني عالم نفساني بس في الإدارة. نظرية تقول أن عملية التغيير لازم تمر بثلاث مراحل،
المرحلة الأولى يسميها أنفريز، يعني تذوب الجمود. المرحلة الثانية يعني تسوي التغييرات اللي تبي تسويها. المرحلة الثانية لما جيت للتغييرات النهائية وسويتها لازم تجمدها مرة ثانية ولا بتتغير مرة أخرى. فمثلا خلنا أخذ مثال بسيط علشان يكون واضح. إذا أنت عندك حديد في شكل مربع تبي تحوله لدائري، لازم تذوبه. لازم تذوبه. أثناء الذوبان في ألم، لأن أنت في النار بارتفاع درجة الحرارة. الموظفين الحين في ألم، لأن يعني قاعدين يصير لهم تغيير بس مو بعارفين النتيجة. هل بيستغنون عنهم؟ هل ما عارفين وضعهم؟ وضعهم زين. نجي للمرحلة الثانية. الحين تتبي تجيب التغيير لأن تبي تحول المربع لدائري، فأنت تب في التغيير، هل تبي حجم الدائري نفس حجم المربع وأقل؟ إذا تبي أقل معناته لازم تتخلص من بعض الموظفين، فبعد مؤلم. لما أنت وصلت للدائري الشكل الدائري اللي تبيه، ما تبي بعد يتغير لأن تعبت لأن وصلت لي اتجمد مرة ثالثة. فهذه الخطوات الثلاثة اللي قال عنهم كيرت لوين، وهذه نستعملناها في بابكو وأنا ذكرتها في الكتاب. بس دكتور شو اللي يحكم أن هاي التغيير للأفضل أو للأسوأ؟ أوكي. النتيجة زين. يعني مثلا أنا ليش في الكتاب خليت النتائج الحقيقية الفعلية في بابكو، يعني مو بنظرية، خذيتها من مصادر بابكو من الارشيف. يعني تشوف إذا أنت عندك مثلا تبي تقلل عدد الموظفين، فلازم تشوف إيش كان العدد، إيش صار زين. إذا قل معناته أنت نجحت في الفكرة، بس لما تقلل الموظفين لازم تأخذ في الاعتبار أمور كثيرة. يعني خلنا نرجع ل 1983 زين. 1983 بسبب الكساد كانت بابكو ذاك الوقت يملكونها 60% الحكومة 40% كالتكس الأمريكية. كالتكس الأمريكية تجاه كان تجاري، الحكومة بالطبع تأخذ في الاعتبار أمور أخرى، مثلا أمور محلية محلية، ما يبون البحرينيين يتفنشون، هذاك لا، هذاك يقول لا إذا في ذي تبي تقلل المصارف لازم تفنش الأوادم زين. في فكرة غير، فاقترحوا كالتكس، جابوا فريق يعني من نيويورك يدرس الأوضاع في بابكو، وقالوا أن بابكو يعني تسوي أشياء مو ضمن الكور بزنس، مو ضمن يعني أساس عمل. أساس العمل عندهم مدينة عوالي. ليش مدينة؟ ليش أنتوا تديرون مدينة؟ أنتوا مصفاة مثلا، عندكم مستشفى، ليش عندكم مستشفى؟ أكو في مستشفيات حكومية. ليش عندكم مدرسة؟ أكو في مدارس حكومية. ليش عندكم مثلا تدريب في معاهد في ففي ليش يعني كانت بابكو ذاك الوقت تملك 600 سيارة في دائرة المواصلات ما شاء الله. فقاموا جمعوا هذه الخدمات كلها وقالوا سموها Services Division، يعني فرع الخدمات. وعينوني أنا ذاك الوقت لأن كنت مدير عام المالية والشؤون القانونية، عينوني مدير عام فرع الخدمات لكي أتخلص من هالخدمات أو أقلل مصاريفهم.
فمثلا بالنسبة للمواصلات تخلصنا من جميع السيارات، الحين فقط نستأجر، ما عندنا، ما نملك يعني بابكو ما تملك سيارات، لأن هاي بروحة إدارة كبيرة وفيها موظفين وغيرها. مثلا بالنسبة لمدرسة عوالي حولناها لسنت كريستوفر تديرها، كان عندنا سوبر ماركت يسمونه كوميسري، أعطناها لأصحاب البرادات. بابكو كان عندها بنك بروحة، أعطناها مثلا بنك البحرين. قمنا مثلا مستشفى عوالي، كان كنا نبي يعني نحولها لجهة خاصة بس الإدارة ما وافقت، فقمنا غيرنا الخطة، لأن بابكو أول فقط الموظفين يستعملون المستشفى، والموظفين ما يدفعون مقابل يعني الرسوم. ففتحنا المستشفى حق اللي من الخارج عشان يدفعون ويستخدمون الخدمة، فقللنا المصاريف. وإلى اليوم المستشفى لها سمعة طيبة. لها سمعة طيبة. ونفس الشيء بالنسبة للتدريب، يعني كان عندنا دائرة تدريب كبيرة، فكان ذاك الوقت أعتقد في السعودية في شركة بترومين كانت على أساس أن تصير الشركة الوطنية، فكانوا يبون يدربون الشباب اللي عندهم، فخذينا 300 منهم من المدربين ودربناهم في بابكو، بس كانوا يدفعون لنا بمقابل، فقللنا المصاريف. فهاي الإجراءات يعني مثلا إذا أنت تبي تقلل عدد الموظفين لازم تسوي بطريقة ما يأثر عليهم، إما تعطيهم تقاعد مبكر أو أن تصبر لما يحين موعد تقاعده وما تأخذ محله. ما تشوف أن أحيانا هاي يقودني السؤال، ما تشوف أن أحيانا الشركات أول ما تفكر في وقت الأزمة أو وقت تقليل المصاريف، يعني حضرتك ذكرت لنا قصة تغيير مستشفى عوالي، تغيير إيجاد مصادر أخرى لزيادة الدخل، ما تشوف أن الشركات أول ما تفكر فيه هو الاستغناء عن الموظفين في غالب، يعني مو أتكلم عن شركة بحد ذاتها بس بشكل عام الفكرة في أول أزمة الموظفين هم أول من يفكرون يستغنون عنهم؟ ليش؟ لأن لو طالع يعني لو طالع الميزانية حق الشركات أو حق أي محل تشوف بند الصرف اللي أكثر شيء الموظفين، يعني 80% في بعض الشركات مصاريف الموظفين، والموظفين يعتمد يعني مثلا في الشركات الغربية ما عند يعني مثلا يستغنون عن 2,000-3,000 عمليات تسريح جماعية، بس في مثلا عندنا في البحرين لا، الحكومة تقول لازم نحافظ على البحرينيين لا تفنشونهم، فلازم يكون عندك خطة مدروسة كيف يعني مثلا في 1983 كان في موظفين إضافة من دائرة النقليات، لأن احنا يعني استغنينا عن السيارات وقمنا نستأجر، فحولناهم للدوائر الأخرى اللي يحتاجون، بعضهم حولناهم للشركات الأخرى، بعضهم أعطيناهم تقاعد مبكر، بعضهم قلنا ما علينا نصبر عليهم لين يتقاعدون. فيعني لازم تسويه بطريقة، وهذه إدارة التغيير، يعني مفهوم إدارة التغيير، ترى إدارة التغيير هو علم وفن في نفس الوقت، ويدرس الآن في الجامعات، في بعض الجامعات. يعني أنت تسوي التغيير للأحسن بأقل تأثير على اللي مشمولين في التغيير، لأن إذا صار تغيير الناس إذا ما تواصلت وياهم وقلت لهم شنو قاعد يصير يتخوفون، يقول أنا شنو بيصير فيني، يتم عنده هاجس القلق، فيعني تأثر على معنوياته، تأثر على
انتاجيته في العمل، لازم تتواصل وياه، لازم تشاركه في القرار، لازم تشرح له ليش تبي تسوي التغيير، شنو الهدف من التغيير، من اللي بيستفيد من التغيير، كل هالأمور وطمنة. وهل لو قال مشورة أخذ فيها؟ يعني بعض المدراء يقول لك لا أنا ماشي ما بي هاي مهم، أخذ المشورة مهم في إدارة التغيير. يعني إذا أحد أشار عليك شيء جيد لازم تأخذ به، مو يعني تتجاهل حتى لو ما كان ضمن الخطة الأساسية. حتى لو ما كان، يعني تغير الخطة حسب يعني اللي تشوفه مناسب. فإدارة التغيير هو بروحة صراحة نوع من مثل ما قلت علم وفن. وإذا يعني أنت تتقن إدارة التغيير تقدر تسوي تغييرات للأحسن. أنا استعملت اللي تعلمته في إدارة التغيير من تروحتي في مواقع العمل، يعني عملنا تغييرات كثيرة. يعني يوم بغينا نحول، لأن الفواتير كانت أول ورقية، آلاف الفواتير، قلنا نسويها يعني أوتوماتيك الكترونية. فكان في تحفظ من الناس، يقول أنا ما أقدر أقرأ وما أقدر أستعمل الموبايل ما أقدر ذي، بس بالتدرج صار والحمد لله الحين كل شيء صار. هل البحريني يتقبل التغيير؟ الموظف البحريني بشكل عام، حضرتك اشتغلت ويا 60 سنة من موظف إلى وزير. هو شوف ما في نمط معين، والبحرينيين الحمد لله كلهم كفاءة وكلهم يعني مقدرة، بس من شخص لشخص غير، يعني أسلوب الإدارة غير. يعني مثلا المدراء، في مدير ممتاز من الناحية التقنية، يعني من العمل المهني، بس مو بزين في التعامل مع الموظفين، مع الزبائن الشركة، مع الآخرين. فتشوف يعني سمعة الشركة ما تكون زينة بسبب هالمدير، بسبب هالمدير. وفي مدراء بالعكس تشوفه يعني محبوب من الموظفين. ليش؟ لأن يتعامل وياهم باحترام، يعطيهم فرص للتدريب، يعطيهم فرص لإبداء آرائهم. وأنا دائما أذكر مثال في يعني اللي أكتبه، خذ شاب يعني ذكي وطموح وخلى تحت مدير اللي هو مستبد. فهاي الفقير يعني الشاب يجيب له فكرة، يقول فيها الفكرة هذه، يقول له اسكت، ركز على شغلك، لا تجيب لي أفكار، لا تضيع وقتي. فشي يصير في الشاب؟ ينكمش على روحه، يعني ما يحاول يبدع، يقتل إبداع. نفس الشاب خلى تحت واحد مدير اللي شجع الأفكار، اللي شجع يعني التطور، فتشوفه يبدأ وينفتح، يعني يصير له دور. فتأثير المدير وتأثير الرئيس التنفيذي جدا مهم في المؤسسة. دكتور، من تجربتك ما بين شركة خاصة وبين وزارات حكومية، وين أحداث التغيير أصعب، في الخاص أم في الحكومة؟ في الحكومة أصعب، في الخاص خصوصا يعني مثل الشركات يعني المتقدمة أسهل. لأن كل ما شوف كل ما صار توعية الموظف أكثر، علمه أكثر، ثقافته أكثر، يتقبل التغيير، لأن يعرف أن التغيير جزء من الحياة. يعني لا شيء يدوم في الحياة، لا شيء. الشيء الثابت الوحيد في الحياة هو التغيير، اللي هو كلمة التغيير. لأن التغيير يعني في كل شيء. الحين شوف في التقنية،
من كان يتصور يوم من الأيام قبل 30 سنة أنت كل المعلومات عندك في نقال واحد؟ ها؟ صحيح. أنا أتذكر يوم انضميت لبابكو في 6 سبتمبر 1962، شركة IBM كانت توفر لنا يعني المعلومات. ساحة كبيرة من المكاين الكبار هذين عشان كمبيوتر. كمبيوتر الحين كل المعلومات كذي. يعني التطور التقني الحين في مثلا ChatGPT 4، شات جي بي تي صحيح، فكل هذه الذكاء الاصطناعي وغيرها. فتعي تغير، اذا الشركات ما تأقلمت مع التغير بتخسر. طيب دكتور، انت شلون يعني في 20 سنة في المناصب الحكومية، وانت قلت في الحكومة خلينا نقول التغيير قد يكون أصعب من الشركات الخاصة، شلون قدرت تحدث التغيير؟ هو يعني اتباع اللي درست أو اللي بحثت وحصلت على دكتوراه هو إدارة التغيير. بس إدارة التغيير مو شخص واحد، لازم يكون عندك فريق. فأنت أول شيء إذا تبي يعني تسوي تغيير لازم يكون عندك فريق اللي مثلك يفكرون أن التغيير بيؤدي لتحسين الأداء، سواء مدراء أو موظفين. مدراء أو موظفين، فتخلق لك فريق وتخطط ويكون عندك تواصل مع الموظفين. يعني وترى أهمية الاهتمام بالموظفين ما أقدر يعني أزيد عليها، مهم جدا جدا. لأن الموظف إذا صاد إحباط أو صاد يعني إن معنوياته نزلت ما يشتغل. هل بالإمكان إن إحنا نطبق تجارب الشركات الخاصة على الحكومة ولا لا لكل واحدة ظروفها المختلفة؟ أنا أتكلم بشكل عام وليس عن جهة محددة. هو ممكن، شوف يعني الحكومة فيها تطور كبير الآن، مثل الحكومة الإلكترونية يعني غيرت أمور كثيرة للحكومة. الإنجاز صار أسرع، الخدمات صارت تؤدى بطريقة أسرع. الحين إذا أنت تبي تجدد جوازك على الأونلاين يعني ما يحتاج تروح توقف بالطابور وما أعرف شنو. ففي أمور كثيرة تحسنت. يعني يقدر الإنسان أن يطبق النظريات اللي تعلمنا أو التجارب اللي تعلمنا في القطاع الخاص في القطاع العام. وهذه أنا ما حاولت أسويه لما تحولت من شركة بابكو للقطاع الحكومي، وفي كثيرين غيري يعني اللي طلعوا من بابكو، لأن بابكو كانت تخرج قيادات يعني في البنوك في الشركات في كل محل، وهذين نقلوا معاهم الثقافة المؤسسية اللي كانت عند بابكو إلى هالجهات، وتشوف إن صار في تحسن في احترام الوقت في الأداء في أمور كثيرة. هو إذا الإنسان صار مدير أو مسؤول أو مدير عام أو رئيس تنفيذي أو وزير، عليه أن يأخذ قرارات. بعض القرارات صعبة. ليش هو مثلا صار رئيس؟ لأن يقدر يأخذ القرار الصعب. عشان كذي كثيرين من الناس يعني في الأسلوب القديم يقول لا تتقرب وايد للموظفين، لأن بعدين إذا تبي يعني تتخلص منهم صعب، لأن أنت صديق مرتبط فيهم. مرتبط فيهم. بس لا، إذا تطلب الأمر أنت لازم تأخذ يعني القرار. يعني ما تقدر، لأن هاي مسؤولية. ليش عينوك في الوظيفة؟ أن أنت قادر تأخذ قرار، وبعض القرارات صعبة. يعني في مدراء يحبون يقولون إن الموظف إذا خبر زين، بس إذا خبر مو زين ما يقول. ما يقول الموظف. فلازم الإنسان يكون صريح والموظفين ويقول لهم، بس بطريقة
يعني لازم تكون مو بطريقة لطيفة. اي يعني مثلا اذا المدير قال له انت ما تصلح لازم نطردك، هاي بالطبع يعني انت خلاص بيخلق عداوة او بيخلق ردة فعل قوية، يعني لازم تقعد وياه تفهمه ليش وغيره. يعني في طريقة التعامل مع الأشياء، بس قرارات الصعبة كثيرة اللي الواحد لازم يأخذها. ويعني في النهاية لو الواحد ينظر أهم شيء النتيجة. يعني مثلا أنا أطالع حذيفة، أنت كان عندك موظفين، هل أحد قاعد يقول أن أنت كنت يعني سيء معهم ولا زين؟ ما شاء الله بعد هاي المسيرة الطويلة، لو قلنا تلخص مسيرتك وخبرتك واللي مكتوب في الكتاب حق المدراء أو المسؤولين الجدد، شنو بتقول لهم؟ شوف أنا أقدر أقول لهم أن كل إنسان يقدر يوصل لمناصب أعلى، بس يتطلب منه الصبر، التحمل، المثابرة، عدم اليأس. إنه لازم يتقبل المسؤولية، لازم ما يكون توقعاته أكثر من اللزوم، لازم يكون طموح بس مو بتوقعاته أكثر من قدرته. لأن وايد ناس يحبطون لأن يقول شوف هاي توا جايبيني رقوا أنا ما رقوني. يعني هذه توقعاته أكثر من مقدرته. فيعني أنا يعني أقول لأي واحد شاب وطموح إن ترى ما في حدود. يعني الإنسان يقدر من أنا كنت متدرب وصلت لهالمواصيل بالطبع في دعم القيادة. أنت لازم بعد يكون عندك ولاء للوطن، ولاء للشركة اللي تشتغل فيها، ما تضيع الأسرار مال الشركة أو أشياء ثانية، بس في نفس الوقت ما تيأس، لأن إذا يأست خلاص ما تثابر ما تواصل. فهاي الأشياء. وثانيا يعني اتجنب الحسد. الحسد أخس شيء لأي شخص. صحيح، أسوأ شيء ممكن يصير، لأن أنت تضر نفسك والشخص اللي تحسده ولا يعرف عن اللي أنت قاعد تفكر فيه. ففي يعني أمور في الحياة الإنسان لازم يتحملها. يعني كثيرين يقول أنا الحين أنا أحب أعطيك مثال بسيط. في 1983 يوم صاد الأزمة، هاي التاريخ معلق في ذاكرتي يا دكتور. لأن أنا نجحت في المهمة اللي أعطوني النجاح كبير، ناداني الوزير ما بأذكر الأسماء، قال إحنا نبي نعينك نائب الرئيس التنفيذي في 83. في 1983 قال لك الوزير نبي نعينك نائب رئيس. زين متى صرت أنا نائب رئيس؟ صبرت 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 1989. يعني نتكلم عن 16 سنة. فصبرت ما شاء الله. أصدقائي تركوا، اللي راح البنوك، اللي راح محلات. أنا كان يعني لازم بعد علشان الشخص ينجح يكون له هدف في الحياة، هدف يصبر على التنفيذ، يصبر ويثابر ويجتهد. ولكل مجتهد النصيب مثل ما يقولون. يعني إذا الإنسان كان مخلص وشافوه أن ما يحسد الآخرين، يحاول يحسن من نفسه، عنده زمام المبادرة، يعني هو يبادر
يعني هذه في كاتب اسمه ستيفن كوبي اللي هو يعني خبير الإدارة يقول widen your circle of influence، يعني أنت إذا أعطوك شغلة وتميت في الشغلة هذه بس تسوي الشغلة هذه ما تترقى. يعني أنا أعرف في الوزارة كان واحد يصب قهوة، زين شغلتك يصب قهوة، بس لأنه كان مجتهد يعني إذا يبون ورقة يطبعونها يأخذها يقول أنا بسويها يروح يسويها، إذا يبون يودون يعني ورقة أو شيء حق شخصان يقول أنا بوديها. فكذي كذي ترقى صار مدير مكتب عقب ما شاء الله. يعني لازم الإنسان يكون عنده زمام المبادرة، لازم يكون عنده ابتكار إبداع، يعني مو بس يفكر على النمط يؤدي وظيفته كموظف خلص دوامه ومشى. آخر سؤال دكتور، من أصعب حياة رئيس تنفيذي ولا وزير؟ وزير. وزير أصعب. شوف الوزير يعني لازم يكون 24 ساعة على الدوام، يعني إذا طلبوا منه يروح يقابل الشخص الفلاني ويسافر المحل الفلاني وذي دائما يعني لازم متوافر فيه. وخصوصا في الأيام هذه في مساءلة من النواب للوزير، في مساءلة من الصحافة، الحين بعد سوشيال ميديا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبي لشيء الوزير ولا ينتقدون ألف انتقاد. فلازم الوزير يعني يتحمل كل هالأشياء بس يؤدي واجبه، يعني عليه ضغوط وعليه واجبات أكثر من بس. يعني الشيء اللي غير بين مثلا وزير ورئيس تنفيذي أن عدد الوزراء قليل، يعني 20 قول. فيعني تصور إذا أنت وزير مختار، يعني أنت يعني منقينك نقوة زين، فهذه يعني شيء، وعندك ثقة القيادة، وفي نفس الوقت يعني تساهم في قرارات أو تسوي قرارات أثر على المواطنين كلهم، بينما في كرئيس تنفيذي أنت تأثر على المؤسسة أكثر شيء. وفي فرق. شنو كتابك؟ في كتاب جديد في الدرب دكتور؟ هذا الحين بسوي بالإنجليزي إدارة التغيير إن شاء الله. هذا يكون سادس كتاب. أنا سويت كتاب، أول كتاب اسمه تاريخ النفط، ثاني كتاب كلمات في 5 سنوات، ثالث كتاب تاريخ الكهرباء والطاقة المستدامة، رابع كتاب اللي هو مسيرتي، وخامس كتاب أداء التغيير إدارة التغيير، والحين إنجليزي إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شكر لك دكتور، اليوم إحنا خدانا الوقت وطولنا، ومثل ما قلت لك الوقت كان مفتوح. مشكور. حقيقة استمتعنا لك، خبرة طويلة دكتور، وما شاء الله من الشخصيات اللي كل بحريني يفتخر فيها، وأنا أفتخر بوجودي معكم هني. وأنا يعني أبي أختم بشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء على دعمهم وثقتهم فيني أن يعني أعطوني فرصة أخدم بلدي. وانت كنت قدها دكتور، يعطيك العافية، ويعطيكم العافية مشاهدينا، ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لمحات.